السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، عساكم طيبين يا رب العالمين. طبعا حبايب القلب، اليوم عنوان الفيديو إيش القادم في طريقك الثلاثة شهور الجاية، يعني طاقة مفتوحة. متى تسمع الفيديو، بأي سنة بأي تاريخ، هي طاقة مفتوحة ومدتها 3 شهور فقط. ما القادم في طريقك الـ3 شهور؟ طبعا هناك تاروت مارسيليا وكارت الأوراكل وأنجل كاردز وكروت الملائكة، طبعا هي قراءة متنوعة، تختارون بحسب طاقة الحجر، أو هناك الحروف في صندوق الوصف أو في أول تعليق. طبعا كقراءة أولى الحجر الأخضر، كقراءة ثانية الحجر البيج، والقراءة الثانية الحجر البنفسجي. تمام، يمكنك الاختيار، يمكنك التمعن، ونتوكل على الله. طبعا للبنات اللي أول مرة تشاهد هذا الفيديو، لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بنات، خلينا ناخذ 5 كروت للقراءة رقم 1. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب بقول لكم شيء يا بنات، أصحاب المجموعة رقم 1، أنتم منتظرين فرصة، فرصة زواج، فرصة عمل، فرصة نجاح، أو فرصة سفر، أو مبلغ من المال تريد أنه يوصلك. على العموم عندك أمنية أو عندك حاجة تريد أن تتحقق بإذن الله. الـ3 شهور الجاية أو هذه الـ3 شهور إن شاء الله ستحقق توازن مادي أو توازن نفسي أو توازن عاطفي أو صحي. سيكون هناك يعني صلح للناس اللي إذا كنت منفصلة مع شريكك، هناك صلح. أما للناس اللي تريد أنها تغير حياتها، تغير من نفسها، فرح يكون عندك صلح مع نفسك، ويكون عندك الكثير من التغيرات الإيجابية يا صاحب المجموعة رقم 1 إن شاء الله. خلينا ناخذ قراءات الأوراكل وإيش بتقول. بإذن الله صاحب المجموعة رقم 1 رح تنظم أولوياتك، رح تنظم حياتك، ستنظم نفسك. لمن يريد القيام بسفر للترفيه للعمل، هناك لك نصيب في ذلك، لك نصيب في الزواج، لك نصيب في السفر، لك نصيب في كل ما تريده يا صاحب المجموعة رقم 1، لكن يبغى لك تنظيم. أوكي، تبغى الأمور تتيسر، يبغى لك تنظم. ستبتعد الفترة الجاية عن الطاقة السلبية، راح تحاول أنك تفكر بإيجابية، راح تحاول أنك تنظم نفسك، تسعى لنفسك في تغييرات كثيرة وفي تنظيمات كثيرة يا صاحب المجموعة رقم 1. إذا كنتم تعانون من علاقة متعبة، من علاقة توكسيك، من شيء يتعبكم أو يرهق خاطركم أو يرهق قلبكم، عندكم عوض بإذن الله وجبر خاطر يا مجموعة رقم 1 إن شاء الله. يعني بإذن الله عندك شيء رح توقع لك الكثير من التغيرات والتغييرات الإيجابية. أشوف عندك سعادة، فرحة، في أشياء كثيرة رح تصير معاك، عندك أخبار سارة. أوكي، قاعد تنتظر في فرصة أو في شيء معين أنت رح توصل له بإذن الله، عاجلا أم آجلا. تمام، خلينا ناخذ 3 كروت نصائح الملائكة. هناك اعتذار للمنفصلين. تمام، هناك عدم رجوع للبعض منكم، يعني انكم تقولوا انا مش رح ارجع لهذا الشخص يا ام مسك، انا ابغى اشوف حياتي، ابغى اهتم بنفسي، ابغى اتوازن، انا منتظره فلوس. يمكن دخلت في شراكه مع شخص في العمل والان لا تريد هذه الشراكه. على العموم في ظلم كذلك، يعني البعض منكم يمكن اذا دخلتم في علاقه او في صار سوء فهم مع شخص معين، هذا الشخص رح يجي ويقدم الاعتذار ان شاء الله ويريد رجوع، لكن الأغلب منكم أنكم مش رح ترجعون لهذا الشخص. تمام، رح يكون عندك تحسنات كثيرة على صعيدك العملي، على صعيدك النفسي، الصحي، العاطفي. إن شاء الله يا حبايبي رح تحققون التوازن، يعني إيش بنقول، التوازنات على جميع الأصعدة إن شاء الله. كما أنه للكثير منكم إذا تريدون تشترون شيء جديد رح تتحصلون عليه.
أوكي، شراء سيارة جديدة، شراء عقار جديد، بيت جديد، شراء حتى ثياب جديدة، عندك تغيير، عندك شراء شيء قيم أو ثمين، يغير من نفسيتك، يغير من 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 مشاعرك، بتحس إنك خلاص جبت شيء جديد. فيا رب أن أنعم على هذا الشخص أو أنعم على صاحب القراءة بالخير والسعادة والبركة، والله حقق لك كل ما تتمنى إن شاء الله. تمام، فكانت هذه القراءة رقم 1. إن شاء الله 3 شهور هذه الجاية تنعاد عليك بكل خير وصحة وعافية يا رب. طبعا حبايب القلب، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. خلصنا القراءة رقم 1، ننتقل للقراءة رقم 2. أهلا وسهلا بأصحاب القراءة البيج. خلينا ناخذ 5 كروت. وش طالع معاي؟ وش عندكم؟ وش الظروف؟ إيش الموضوع؟ نعم، تريد أن تتحرر من الكثير من القيود يا صاحب المجموعة رقم 2. عندك يعني طاقة سلبية، عندك أشياء، سبحان الله، يعني عندك أشياء سلبية في حياتك. يمكن أنك في علاقة توكسيك، يمكن أنك في علاقة متعبة، يمكن أنك في علاقة، أو أنت يعني بذات نفسك عندك طاقة سلبية، عين، حسد، سحر، تعطيل. بإذن الله ستدخل في مراحل استشفائية، يمكن حتى للكثير منكم اختاروا المجموعة هذه وانتم اصلا already يعني مسوين عندي حصص استشفائية او حاجة زي كذا. على العموم هناك خصم 50% لمن يريد التواصل معنا، لمن يريد، يعني لمن لا يريد هلا ومسهلا فيك في كل وقت. طيب، تريد أن تتحرر من بعض القيود يا صاحب المجموعة رقم 2. عندك عين، عندك حسد، تبغى تنظيف طاقة، تنظيفات استشفائية روحية نفسية، تريد أن تنطلق إلى عالم جديد، تريد أن تتحرر من قيود المجتمع أو من قيود علاقة سامة أو من قيود سحر أو تعطيلات. تريد أنك تغير من نفسك، من حالك، وتسافر، يعني يكون عندك أسلوب حياة جديد. أصحاب هذه القراءة، تبحث عن شخص، يمكن للكثير منكم إذا مش متزوجين أو مش أو أنت عزباء للسماء مو متزوجة، أنت تبحثين عن شريك حياة مناسب، تبحثين عن شخص يفهمك، يشعر بك، يحتويك، يحس بك، يعني يشعر بأنك مثلا تبغين استقرار، تبغين عمل، تبغين ما أدري، يعني تبغين شخص بصراحة يوفر لك. يمكن إذا أنت ظروفك المادية مش أوكي، تريدي شخص ثري أو إنسان عنده ثراء مادي أو إنسان ميسور الحال، يحقق لك توازنك على الصعيد المادي. أما للناس اللي تبغى تفتح مشروع أو تبغى تسوي حاجة، بإذن الله ربي رح ييسر لك أمرك. أوكي أصحاب المجموعة 2، عندكم مشروع، للكثير منكم عندكم مشروع، بتبتدون في مشروع 3 شهور الجاية، بأشوف أنكم تحققون توازناتكم المادية، أشوف أنه عندكم خير، عندكم قسمة، يعني قسم، يعني بيكون عندكم إن شاء الله عوائد مادية أو أرباح مادية في موضوع ما. أوكي، عندكم طاقات استشفائية، تريد أنك تتطور، تريد أنك تسوي حاجة في خاطرك. صاحب المجموعة الثانية يريد أن يفعل الكثير من يعني الأشياء ويحقق الكثير من الأماني والسعادة. صح أنك الآن مش قادر، لكن على هذه 3 شهور بإذن الله، يمكن حتى بعد ما تشاهد هذا الفيديو تقول أنا ستوب، معلش أنا الحين أبغى أشوف نفسي، أنا أبغى أطلع من العلاقات التعبانة، أبغى أطلع من العلاقات المريضة، أبغى أرتاح، أبغى أنظف طاقتي. يا أم مسك، أنا تعبت، أنا أبغى أنظف طاقتي من العين، من الحسد، من الناس اللي تراقبني. تمام، عندكم إن شاء الله تسييرات وانفراجات كثيرة، إذا أنتم في ضيقة، إذا أنتم في توتر، إذا أنتم في مخاوف من العين، من الحسد، من التوتر. أوكي، أنت قاعد تعيش شوي نوعا ما ستريس، يعني توتر كبير. أنت تبحث عن نفسك، أنت تريد أنك يعني بصراحة تبحث عن السعادة، مش لاقي السعادة يا صاحب المجموعة رقم 2. بس والله العظيم ترى أقسم بالله بيكون عندك عوض، بيكون عندك، استبشر خير، قول أنا استقبلت الطاقة هذه بهذا التاريخ. إذا أنت شاهدت هذا الفيديو بتاريخ 24 فبراير أو شاهدت حتى يعني في سنة 2024، ما هو مشكلة، هي طاقة مفتوحة، أول ما تفتح الفيديو تظل معاك 3 شهور. المهم صاحب المجموعة رقم 2 يبغى، أنت تريد أن تزهر، أنك تنور، أنك تشوف نفسك، معلش يعني إنسان
تشوف حالك، تشوف حياتك، تشوف مصلحتك. أصحاب المجموعة هذه الظاهر إنهم كنا عطيتوا كثير، سواء في علاقات عاطفية، سواء في علاقات أسرية عائلية، من جانب الأصدقاء والصديقات عطيتهم عطيتهم، خلاص وقفوا عطاء. أنا اليوم أبغى أشوف نفسي، أشوف حياتي، أشوف. فكري في نفسك، عندك تنظيمات كثيرة على صعيدك العملي العاطفي الصحي. أنا شايفة في تغييرات كثيرة، لكن محتاجة إنك تنظمي نفس الشيء، محتاجة إنك تنظمي، تضعين أولوية، إيش أسوي وإيش ما تسوي. مو ناقصك شيء، مو ناقصك شيء. صح إنه في ناس هنا قاعدة تعارضك، قاعدة تقلل من قيمتك، لكن ما عليكي منهم، دام إنك يجب أن تثقي في نفسك وفي قدراتك على تغييرك نحو الأفضل. تمام؟ إيش نصيحة الملائكة لهذه المجموعة؟ نعم، أنت جاهز. You are ready to move on. Vous êtes prêt. إنك تسوي شيء الآن. نعم، هناك تغييرات إيجابية. De grands changements positifs. يعني بيكون عندك بإذن الله تغييرات إيجابية. اليوم n'arrêtez pas. لا تتوقف. Don't stop. لا تتوقف عن الحلم. حياتك ما توقف على أحد. إذا راحت منك علاقة، يعني معلش، إحنا 7 مدري كم، 7 مليارات ولا 7 مليارات من البشرية. حبيبتي، ما توقف حياتك على شخص معين. سيبي نفسك، سيبي نفسك، عندك مواهب، عندك أشياء كثيرة لازم إنك توظفيها، لازم إنك تستغليها. أشوفك بإذن الله في أعلى المراتب الـ3 شهور الجاية إن شاء الله. أشوفك إنسانة بتطلعي من عادات أو تقاليد المجتمع، أو بتطلعي من أشياء سلبية كانت تقيدك، أو كانت تقفل، أو يعني تقفل من مواهبك، أو كانت تضعك في دائرة مغلقة لا نهاية لها. أشوفك راح تصحي على وضعك، بتكوني في صحوة روحية، بتكوني إنسانة واثقة من حالك. أشوف في تغييرات كثيرة على صعيدك العملي والعاطفي بإذن الله. الكثير منكم إذا كنتم تعانون من علاقة سلبية أو شخص سلبي، راح تطلعون أو راح يطلع من حياتكم. سبحان الله، ربي رايد لكم الفكة، ربي رايد لكم الخير، الله يكتب لكم الخير يا مجموعة رقم 2. لكن نظموا أموركم وأولوياتكم، وراح تشوفون، يعني نقول إحنا استبشروا بالخير. أوكي، طبعا خلصنا القراءة رقم 2، ننتقل إلى القراءة رقم 3. لكن لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. أهلا وسهلا بأصحاب القراءة البنفسجية. طبعا اللي أول مرة يشاهد هذا الفيديو، لا تنسى إنك تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. أصحاب هذه القراءة 3 شهور الجاية، خلينا نقول لك طاقتك الحالية، عندك حزن، عندك قاعد تبكي على حظك. ليش ما تزوجت؟ ليش متأخر في نصيبي؟ ليش حياتي كذا؟ ليه أنا ضايع؟ ليه ما لقيت شريك حياتي المناسب؟ ليه أنا كذا؟ معلش، كارت الضياع، تحسي نفسك ضايعة، ما جاتك الفرصة اللي أنت تبحثين عنها، ليش؟ معلش، أسئلة كثيرة تراودك بدون توقف، تقولي قاعدة تقولين أنا ليش كذا؟ ليه حياتي ما تحسنت؟ ليه ظروفي ما صارت أحسن؟ ليه في ناس أقل مني ووصلوا؟ حبيبتي، ربي تراه عالم، وكل تأخيرة فيها حكمة وفيها خيرة لك أو لبعض الناس اللي حواليك. فلا تتأففي وتقولي ليش ليش ليش. كثرة الأسئلة تحيطك بطاقات سلبية تخليك متقفلة على نفسك. حبيبتي، أنت الفترة هذه ضايعة صح ولا لا؟ ما لقيتي شيء، ما لقيتي شو بتسوي. أنا أمسك، أبغى أرتاح، أبغى ألاقي شريك حياتي. الظاهر إنه أصحاب المجموعة هذه تفكيركم كثير 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 في أمور العاطفة. تبكين على حظك، جميلة، محبوبة، بسم الله عليكي، يعني إيش بقول لك، كل الأمور طيبة. لكن لما نيجي نتكلم عن سوء الحظ نتكلم عليكي بصراحة، يعني إذا بنتكلم إحنا كجروب بنات عن سوء الحظ، فما بنتكلم إلا على سوء حظك أنت فقط. فأنت هنا إيش، ليش أنا أعطيتك هذا المثال؟ أنت قاعدة تحسي نفسك إنه كل اللي حوالينك تزوجوا وارتبطوا وانخطبوا، ليش أنا طيب؟ أنا ليش؟ معلش، ما تسألي، هذه أمور من الله، عندك توقيت إلهي أو ربي راد لك إنك تتزوجي فيه، ما تقدري إنك تغيري ولا شيء يعني في موضوع الأقدار والنصيب حبيبتي. تمام؟
فعندك علاقة مرضية أو مريضة أو شخص مريض ضغط عليك، تكلم عليك، كان إنسان يعني خليتيه يعني خلاك تحبينه، ثم يعني وقعك في شباكه وراح، تبكين عليه، قلبك مكسور، لكن جايك عوض جديد، جايك عوض جديد، جايتك فرصة حلوة، جايك شخص جديد، الشخص هذا بيغير لك حياتك، بيشيل لك طاقة الضياع اللي انت فيها. بقى اشوف انه جايب الكابس عنده ويقول لك انا مقدم لك عرض، هل بتوافقي ولا لا؟ اوكي، الظاهر انك تتكلمون كثير عن الامور العاطفية اكثر منها عملية. شوفي كروت الاوراكل تقول لك جايك شخص زي الحمامة، رمز السلام والمحبة والوفاء، جايك الشخص اللي بيحبك، جايك المرسول اللي من عند الله سبحانه وتعالى انه انت تكونين زوجته، جايك الانسان اللي طالب الحلال، ما هو قاعد يلف، ما هو قاعد يدور، ما هو حق جنس، ما هو حق ولا شيء. اوكي، جايك عوض ان شاء الله من بعد رب العالمين. الشخص هذا احتمالية انه يكون معجب سري حبيبتي، احتمالية انه يكون كراش، احتمالية انه شافك في بعض الاماكن او في بعض اللقاءات والملتقيات والجلسات، والله اعلم. يعني الشخص هذا جايك عشان يعوضك، اياك انك تسحبي الطاقات السلبية حق الماضي، سيب الماضي. شفتي العربة هذه كيف ماسكتها؟ لا معلش سيبيها، هذه طاقة سوداوية، طاقة ظلمية، انت مش مستحقتيها، انت لازم توصلي مرحلة من التنوير، مرحلة من الارتقاء بالنفس. معلش انت انسانة كويسة، اوكي، مش مستحقة تتكلمي عن الماضي التعيس. اذا عشتي تجربة فاشلة فتعلمي منها، اوكي، ما تقعدي انت ماشيه والعجله وراكي، انت ماشيه والسياره وراكي، انت ماشيه والماضي وراكي، لا لا. اوكي، عندك مرياج، عندك بيكون عندك زواج، بيكون عندك تسيير الامور، بيكون عندك استقرار، جايك العوض اللي خاف فيك رب العالمين. 3 شهور هذه الجايه من بعد تاريخ سماعك لهذه القراءه، جايك اللي بيعوضك، اللي بيكون سندك، اللي بيكون ظهرك، اللي بيحترمك ويصونك ويخاف عليكي. اوكي، انت كنت في علاقه جدا 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 خذت او استنزفت طاقتك. نعم، تقول لك القراءه انتظري اشاره من الله سبحانه وتعالى انه يؤشر لك، يقول لك هذا هو زوجك، هذا هو شريك حياتك، لانه جايك شريك حياتك. لكن كروت الملائكه مع كروت الاوراكل وتاروت مارسيليا تقول لك القراءه انتظري، اتوندي انسيني، انتظري إشارة من الله سبحانه وتعالى وملائكته إنه يقول لك هذا هو اللي أنا رسلته لك من السماء، هذا هو اللي بيعوضك، هذا هو اللي بيصونك. أوكي، بتحققي إن شاء الله وفرة مادية أو استقرار نفسي كبير جدا. نعم successful حبيبتي، يمكن إنه للكثير منكم هنا أنتم ناجحين على الصعيد العملي، لكن على الصعيد العاطفي زيرو، معلش. فربي يقول لي يعني لا إله الله محمد استغفر الله العظيم أتوب إليه. يعني القراءة تقول لك هنا، الكروت تقول لك يا بنات عندك successful، أو نعم هناك قصة ناجحة، هناك عوض من رب العالمين. الشخص هذا جايك في شكل عوض من رب العالمين، إنه بيحترمك، بيصونك، بيقدرك، بيخاف عليكي. أوكي، بينزع لك جانب الخوف اللي عندك، أو وازع الخوف اللي عندك وفي داخلك. اوكي، عندك الأمنية هذه 3 شهور الجاية، ايش هي؟ هل بيتقدم شخص لحياتي؟ هل بيجي شخص المناسب في الوقت المناسب؟ نعم، هناك شخص ان شاء الله جايك بإذن الله في 3 شهور هذه الجاية. ومن جد انا ازعل لما الاقي واحدة تقول لي انا ماني مصدقة. حبيبتي ما في شيء بعيد عن الله سبحانه وتعالى، الدنيا قامت وتنفضت بزلازيل، وكلها يعني من حكمة الله، وكلها بأمر الله. فأنت تجيني اليوم تقول لي أنا متأخرة قسمة نصيبي، أنا ما تزوجت، معلش كل تأخير فيه الخير. أوكي، معلش، ما ليس مهم من تتزوج، ليس المهم متى تتزوج، المهم من تتزوج. هل بتتزوج إنسان كويس؟ هل بتتزوج إنسان محترم يخاف عليك، يحبك، يصونك؟ هذا الأهم. بعدين الحب يجي يا بنات، الحب يجي فيما بعد. أوكي،
فهنا تقول لك القراءة أنه انتظري إشارة من الله أنه بيأشر لك أنه هذا هو الشخص، يعني زوجك المستقبل اللي بيجي منها عيال. تقول لك القراءة أنه العلاقة ستكون ناجحة جدا، وفيها جانب مادي كويس، يعني الإنسان هذا بيكون ميسور الحال وظروفه طيبة، لكن يبغالك أنك تعطي فرصة لنفسك، تحكمي عقلك مش قلبك، وتحاولي أنك تكوني إنسانة ذيبة. ذيبة، معلش حبيبي، أنا إنسانة ذيبة، أنا إنسانة ما تنطلي علي الحيل، أنا إنسانة لي تجارب في السابق. معلش حبيبتي، لا تدخلين في التفاصيل مع الرجل، حتى لو كانت عندك تفاصيل، ولكن لا تتكلمين عليها، لأنه الشخص اللي بتتعرفين عليه يكون شوي طبعه شوي حاد. بما معنى، مش معناته أنه صعب، لا، سهل، لكن يمكن أنه ضد فكرة أنه أنت مثلا تجين اليوم وانت معاه وتتكلمين عن امور انت كنت مثلا مع خطيبك، طلعتي للكوفي هذا، والله انا طلعت لهذا الكوفي اللي جنب الكوفي اللي احنا قاعدين فيه، معلش ترى مش رح يقبل، مش رح يقبل. حاولي انك تنظفي طاقتك قبل دخول هذا الشخص لحياتك. طبعا انا مسوية ديسكاونت 50% لمن يريد ذلك، يعني بصراحة انا اريد انه لما يدخل حياتك هذا الشخص تكون منظفة طاقتك من الطاقات السلبية، وأشوفك يعني زي ما نقول إحنا إنسانة متغيرة محبة للحياة، مقبلة وسعيدة. الله يكتب لك الخير يا حبيبتي، الله يستر أمورك إن شاء الله. أوكي، حاولي تنسين شوي أمور الماضي، فكري في مستقبلك، جايك العواض، جايك الشخص اللي يخاف الله فيكي، فيا رب يسعدكم ويسر أموركم إن شاء الله. طبعا حبايب القلب، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.